ماشيين وتجري تحية للمصري وتجري تحية للمصري وتجري تحية للمصري وتجري اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. النهارده على موعد مع ختام بطوله الامم الافريقيه 2019. ختام اكثر من رائع ان شاء الله باذن الله. ختام بمباراه تليق بالنهائي بين منتخبين كبيرين. منتخب السنغال ومنتخب الجزائر. ختام لبطوله هي الافضل تنظيميا على مدار جميع البطولات الماضيه. ختام للجهد والتعب والتنظيم والاعجاز اللي تم خلال 4 شهور. وده بشهادة الجميع، بداية من أنفانتينو رئيس الاتحاد الأفريقي، وتوجه بالشكر للسيد الرئيس وقيادات الدولة المصرية على التنظيم الرائع، وكلمة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي الكاف بأن مصر ذهبت بالمكان لمكان لمستوى آخر، وده اللي قلناه قبل البطولة ما تبتدي، وده اللي قلناه بعد ما البطولة ابتدت، إن مصر هتحرج اللي قبلها وإن شاء الله بإذن الله ستحرج ما بعدها. إنفانتينو امبارح في الغرف المغلقة غير كلمته كمان كان عنده حالة ذهول وحالة سعادة كبيرة جدا بالتنظيم الرائع. أحمد أحمد امبارح في الكواليس بيقول مصر أخذت التنظيم إلى مكان آخر، والله يكون في عون الكاميرون في التنظيم القادم. مصر ودت البطولة في حتة تانية، والحقيقة تستحق الدولة المصرية التحية، تستحق الدولة المصرية الشكر، تستحق الدولة المصرية العلامة الكاملة في هذا التنظيم. مصر الآن تستطيع، مصر تستطيع أن هي تنظم كاس عالم، مش كاس أمم، أول نسخة 24 فريق بدون أزمة وبدون مشكلة. دي كلمة على فكرة تعني كثير وكثير وكثير. إما نقول أن بطولة من غير مشكلة ولا أزمة، ف 24 منتخب عندك بتأمنهم، بتفسحهم، مواعيد تدريب، مواعيد ماتشات، بيتحرك من الاوتيل اون تايم، في الملعب، في الاستاد، في التمرين، مفيش شكوى، مفيش ازمه، مفيش مشكله، كله ياخد العلامه الكامله، المتطوعين، المنظمين، اللجنه العليا، اللجنه المنظمه، مؤسسات الدوله المصريه اللي ليها الدور الكبير جدا، القوات المسلحه وتامينها، والداخليه وتامينها. اوعى تفتكر ان عشان نقول مصر بلد الامن والامان فمعنى كده اللي انت شايفه بس، في حاجات تانية انت مش شايفها او احنا مش حاسينها عشان الامور توصل بالشكل ده. كل الناس كانت واقفه تقول معقوله مصر هتستضيف بطوله فيها جمهور؟ معقوله الاستاد دي هتبقى فيها جمهور؟ مصر استطاعت، مصر نظمت، مصر دخلت الجمهور، مصر عملت كل حاجه في الجيم. خرج المنتخب الوطني ولكن فازت مصر بالتنظيم باستقبال 24 منتخب لاول مره في تاريخ بطوله الامم الافريقيه زي ما قلت لكم بدون مشكله واحده. النهارده النهائي، النهارده نقدر نقف نقول ان شاء الله باذن الله يعدي النهائي بشكل جيد ويعدي النهائي على خير، ومصر في منطقه اخرى. مصر النهارده هي ام الدنيا، مصر النهارده قدمت اوراق اعتمادها للعالم وليس للقاره السمراء، ان هي على استعداد لاستقبال ايفنتات كبيره، وقريبا ان شاء الله باذن الله مصر في منطقه اخرى وفي حته تانيه، لان مصر الان تستطيع. الآن تستطيع ببنية تحتية، بطرق، بإنشاءات، بمنشآت، بموارد بشرية، بأشخاص، بالنهاردة بأكتر من 1500 متطوع على أعلى مستوى، كله بيتكلم لغات وكله الحقيقة
في حته وفي منطقه تعليم وثقافه منطقه اخرى. كل واحد مصري النهارده بقى بيفتخر ويتشرف ان هو شايل البادج كمتطوع. الثقافه دي على فكره ما كانتش عندنا، والثقافه دي عمرنا ما عشناها. عشنا اوقات كتيره جدا حب البلد، ولكن في النهايه اتعلمنا من البطوله دي ان مش لازم تكون مسؤول ولا لازم تكون في الصوره علشان تعمل اللي عليك. ممكن يكون ليك دور قد كده تعمله، ولكن بلدك كلها تروح في منطقه اخرى، تاني وتالت ورابع. شكرا للدولة المصرية. الجزائر والسنغال، المباراة النهاردة الساعة 9 إن شاء الله بإذن الله باستاد القاهرة. خلونا نروح لمراسلينا في البداية نعرف منهم آخر استعدادات المنتخبين محيط مقر إقامة منتخب الجزائر. خالد رزق، مساء الخير يا خالد. مساء الخير عليك كابتن سيف، ومساء الخير على مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان. أكيد يعني كابتن سيف، أكيد النهائي مهم جدا بين الجزائر والسنغال. خلينا نقول لك كابتن سيف إن الجزائر في حالة تركيز زي ما تعودنا عليها منذ بداية البطولة، تركيز كبير من كابتن جمال بالماضي، تعليمات مهمة للاعبين. امبارح في المران كان هناك تركيز كبير ولعب بتكتيك معين بيحاول كابتن جمال بالماضي إن هو يبث فيه روح كل لاعب داخل الفريق، الاستقرار النفسي وهدوء الاعصاب، لان يمكن كان في تصريحات كابتن جمال بالماضي بان الفائز اليوم هيكون صاحب الاستقرار وصاحب الهدوء النفسي داخل الملعب. ايضا يمكن كابتن جمال بالماضي كان في تصريحاته الذكاء اللي كان قالها امبارح ان هو كان بيتكلم عن منتخب السنغال، قال منتخب السنغال مصنف رقم واحد في افريقيا، قال الفوز على السنغال في دوري المجموعات لا يعني الفوز ايضا عليه في النهائي، فمباراة النهائي بيكون ليها حسابات خاصة، بيكون ليها طرق مختلفة، وبالتأكيد السنغال منتخب كبير، هيكون مباراة صعبة جدا لمنتخب الجزائر. كل اللاعبين داخل منتخب الجزائر فندق الإقامة على وجوههم صرامة وحماس كبير جدا، تشجيع بينهم بين بعض، كل لاعب بيحاول ان هو يثبت نفسه، بيحاول ان هو يفرح الشعب العربي وشعب الجزائر بالتحديد. يمكن الجاليات اللي وصلت للقاهرة أعداد كبيرة جدا حتى الآن، ولاعبي الجزائر على علم كبير بوصول جمهور هيكون مساند ليه في استاد القاهرة، زائد الجمهور المصري هيكون حاضر لمساندة أي من الفريقين، ولكن بالتأكيد هيكون في أعداد كبيرة لمنتخب الجزائر، ده يمكن عامل روح ونفسية كبيرة جدا للاعبي الجزائر. أيضا وجود رئيس دولة الجزائر ومساندته للفريق ومساهمته في تشجيع الفريق كواحد من أبناء البلد بغض النظر عن كونه كرئيس للجمهورية، بالتأكيد شيء برضو مميز، اللاعبين سعداء بيه وبيحسوا بالمسؤولية أكتر وعارفين إن هم عليهم تحمل كبير في الساعة 9 مساء على استاد القاهرة. أيضا يمكن اللاعبين هيتوجهوا لاستاد القاهرة على الساعة 7 مساء، وهيتوجهوا بالتأكيد لاستاد القاهرة لبدء المباراة اللي هتكون الساعة 9 مساء. يعني كابتن سيف لو رديك أي سؤال يا كابتن تفضل. لا أنا كنت عايز أعرف بس إن الأمور هناك هادئة، مفيش جمهور في استقبال الفريق من هناك، يعني أنا شايف أمام مقر إقامة منتخب الجزائر الأمور هادئة جدا، هل في جمهور هيتحرك من فندق الإقامة للاستاد ولا في تأمين وفي هدوء كامل؟ يعني خلينا كابتن سيف ان الهدوء اللي موجود دلوقتي ده حاليا فقط، لكن منذ تقريبا نص ساعه او ساعه تقريبا كان بيتواجد بعض اعداد من جمهور الجزائر امام فندق الاقامه لمسانده المنتخب ولمحاوله لرؤيه اللاعبين وتشجيعهم على هذه المباراه، وهم بيعتقدوا وكان في كلامي معاهم ان هم وجودهم امام امام فندق الاقامه انا قلت لهم يعني اكيد ممنوع للدخول لداخل الفندق، ولكن هم قالوا لي وجودنا بره لو اللعيبه شافتنا من غرف النوم، لو اللعيبه خرجت في أي وقت يشوفوا أن احنا مساندين لهم في كل مكان في القاهرة بلدهم التاني بالتأكيد. وكان بالفعل هناك أعداد قليلة مش كبيرة من جمهور الجزائر الحاضر أمام فندق الإقامة، ولكن كله توجه إلى استاد القاهرة لأن البوابات هتغلق على الساعة 6 مساء، فكله بيحاول أن يكون متواجد من بدري لبدء المباراة مع المنتخب بالتأكيد. بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا. خالد رز من أمام مقر إقامة منتخب الجزائر. ونروح لمقر إقامة منتخب السنغال مع أحمد حازم ونعرف الجديد هناك. أحمد مساء الخير، اتفضل. تحياتي ليك يا كابتن سيف، وبرحب بكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. قبل ساعات قليلة جدا من المباراة الهامة المرتقبة بين السنغال والجزائر في نهائي الحلم الكان 2019، البطولة اللي قدرت مصر ان هي تنظمها بطريقة أكثر من رائعة ونالت إعجاب وإشادة من العالم أجمع. كابتن سيف لو في البداية هنكلم مشاهدينا عن آخر التطورات والنواحي الفنية لمنتخب السنغال، فيمكن سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال أمس في المران كان بيركز بشكل كبير جدا على النواحي الدفاعية، وكان اجتمع بالمدافعين وعمل فقرة خصيصا لمدافعي الفريق
لان هو يعلم تماما خطوره منتخب الجزائر، وكان بيخصص ليهم فقرات ايضا في المران من اجل غلق مفاتيح اللعب الهجوميه لمنتخب الجزائر اللي اكيد بتكمن في رياض محرز وبغداد بونجاح. كابتن سيف، النهارده برضو يعني كنا بنتابع ردود الافعال بعد تصريحات سيسي اللي كان بيصرح وبيقول ان هو لا يخشى الهزيمه اللي تعرض ليها امام منتخب الجزائر في المباراه بالدور الاول، وصرح ان ذلك كان بسبب يمكن خطأ فردي، وأيضا بيقول أن الهزيمة ديت أدت إلى دفعة معنوية وكانت دافع كبير جدا لتواجدهم في النهائي، وكان بيقارن ما بين خسارة منتخب السنغال في 2002 أيام ما كان لاعب في صفوف السنغال وخسروا أمام الكاميرون، ولكن يمكن في المقارنة دي كان بيقول أن في أرجحية كبيرة جدا للجيل الحالي لأنه لعب ليه فترات كبيرة جدا في أوروبا وأخذ بالخبرات ما يكفيه. وأيضا كان بيصرح على غياب كاليدو كوليبالي، يعتبر هو واحد من القوة الضاربة في الخطوط الخلفية لمنتخب السنغال، ولكن أكد أن هناك بدائل، يمكن هيستعين النهاردة بساني بدلا من كوليبالي اللي بيغيب لحصوله على الإنذار الثاني. كابتن سيف، خليني أقول لحضرتك برضو أن سيسيك كان بيتحدث وبيشيد بساديو ماني اللي قاد منتخب بلاده للوصول إلى النهائي وأيضا فاز مع ليفربول بالتشامبيونز ليج. كابتن سيف، دي كانت أبرز الأجواء والكواليس هنا من أمام مقر إقامة منتخب السنغال. لو في عند حضرتك أي أسئلة يا كابتن سيف طبعا تفضل. بشكرك أحمد، شكرا جزيلا، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق النهاردة لمنتخب السنغال وأيضا منتخب الجزائر. ومن أمام استاد القاهرة شريف عادل، ويطمننا هناك الإقبال الجماهيري أخباره إيه. شريف، مساء الخير. مساء الخير على حضرتك كابتن سيف. يمكن أجواء أكثر من رائعة النهاردة بتشهدها محافظة القاهرة منذ الصباح الباكر، أجواء جميلة جدا يا كابتن سيف، الإقبال الجماهيري من كل الاتجاهات، مش هنقول جماهير المنتخب الجزائري فقط أو حتى جماهير المنتخب السنغالي، لا ده احنا شفنا جماهير أيضا من الكاميرون حريصة على التواجد، وجماهير من غانا وغينيا، وبالتأكيد جماهيرنا المصرية حريصة على التواجد. حالة نظام يا كابتن سيف أكثر من رائعة، كل بوابات استاد القاهرة النظام بشكل متميز للغاية، التأمين بشكل جميل جدا، حتى الجماهير الجزائرية كانت بتتفاعل مع الجماهير السنغالية ما قبل طبعا ساعات من انطلاقة المباراة، والروح حلوة جدا هنا كابتن سيف، أجواء متميزة جدا، الكل بالتأكيد كل منتخب وكل جماهير منتخب تتمنى فوز منتخبها. ولكن لفت نظرنا حالة النظام اللي فرضتها بالتأكيد مديرية أمن القاهرة هنا، وحالة جميلة بنعيشها أمام طبعا محيط استاد القاهرة، وبالتأكيد زي ما حضرتك شايف مجموعة من الجماهير الجزائرية اللي موجودة معانا، يعني عايزة تدلي بدلوها في النهاية بقى في اليوم الختامي، تعليق حضرتك النهائي يعني. ان شاء الله متفائلين، ان شاء الله الكأس تكون من نصيبنا ان شاء الله، ونفوزوا بالمباراة 1-2-3 فيفا لاجيري. التنظيم، بكلمك على التنظيم واجواء البطولة في مصر، شفت ده ازاي من وجهة نظرك، والعلاقة بقى اللي شفناها الفترة اللي فاتت ما بين الجماهير الجزائرية والمصرية؟ التنظيم راهو لاباس به، والجماهير المصرية تقريب كلهم معنا ويعطيهم الصحة، وحلوين وطيبين وجميلين جدا. يعني ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في البطوله، في اجواء البطوله منذ انطلاقها؟ اربع مباريات جيت الى مصر، وان شاء الله ندوها ونروحوا ان شاء الله. من وجهه نظرك ايه الشيء الايجابي اللي علم معاك انت كمشجع جزائري، وعايز تقول ايه النهارده في الختام؟ انا نشوف هنا الشعب الجزائري والشعب المصري خاوه ورم قاه معنا تقريبا، وان شاء الله ان شاء الله نرفدوها اليوم ان شاء الله، واليوم الجمعه 40 مليون صلى في الجزائر ودعوا لنا كاع ان شاء الله ونرفدوها باذن الله. يعني شفنا اكيد مجموعه من اجواء الجماهير الجزائريه كابتن سيف، واكيد هنرصد جماهير طبعا المنتخب السنغالي قبل ساعات من انطلاقه المباراه. والان العوده لحضرتك كابتن سيف، تفضل. شكرا جزيلا زميلنا شريف عادل، وده طبعا اللي بنأكده، المنتخب أو الجمهور الجزائري هو في بلده الثاني، الجمهور التونسي، جمهور السنغال، ال 23 فريق أو ال 22 فريق اللي غادروا الحقيقة لقوا ترحاب كبير جدا في مصر، وده دور مصر الطبيعي. كمان من أمام استاد القاهرة من منطقة أخرى في استاد القاهرة نشوف أسامة إمام ونعرف الجديد عنده. أسامة مساء الخير، اتفضل. مساء الخير كابتن سيف، وتحياتي ليك ولكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، من هنا من داخل محيط استاد القاهرة الدولي، واللقاء المنتظر والمرتقب للعالم كله بينتظره، نهائي كأس الأمم الإفريقية على أرض الكنانة أرض مصر، بين المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي، اللي بالتأكيد بنتمنى التوفيق لكلا المنتخبين، ونشوف مباراة ممتعة جميلة تليق بالتنظيم الأروع والأجمل في تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية. شعارنا هو أن البطولة لسه ما خلصتش، وده بالفعل يا كابتن سيف اللي اتحقق النهارده
النهارده في الجماهير المصريه، المشهد رائع جدا من الجماهير المصريه بالتيشيرت المنتخب المصري والتيشيرت الاحمر اللي بيزين النهارده مدرجات كتيره جدا في استاد القاهره. اعتقد ان احنا مدرجات الدرجه الثالثه شمال هيبقى فيها اكبر عدد من الجماهير المصريه، وبتيشيرت المنتخب وبلون الفانيلا المنتخب المصري اللون الاحمر هنشوفهم بيزينوا استاد القاهره عشان يثبتوا للعالم كله ان البطوله ما خلصتش عند خروج المنتخب المصري وعدم التوفيق ليه في هذه البطوله، ولكن الجماهير المصريه حريصه ان هي تكون موجوده لاخر يوم في البطوله وتكون بتشاهد هذه المباريات وبتنجح البطوله جماهيريا بوجودها النهارده في استاد القاهره. يعني المشهد رائع يا كابتن سيف ورايا، يعني اكتر يعني اكبر عدد من الجماهير المصريه موجود يمكن هنا في مدرجات الدرجه الثالثه شمال، والكل متحمس وعايز يشوف مباراه جميله. هيشجع مين بقى؟ دي كل واحد وانتمائاته، لكن في النهايه الكل عايز يثبت ان مصر نجحت في تنظيم هذه البطوله، وبالرغم من خروج المنتخب الا ان تنظيم البطوله جماهيريا ده كان الهدف الاكبر للجماهير المصريه في حضورها النهارده في نهائي كاس الامم الافريقيه، ولسه البطوله ما خلصتش. كابتن سيف عوده اليك واستوديوهات تايم سبورتس. مشهد رائع الحقيقه، بشكرك يا اسامه زميلنا اسامه امام من امام الثالثه شمال، والمصريين زي ما عودونا عمرهم ما خذلونا، البطوله لسه ما انتهتش، كل المصريين وكل الجمهور المصري موجود في الاستاد بكثافه النهارده زي ما اسامه قال، ومشهد ان شاء الله باذن الله يعني مشهد اكثر من رائع، وان شاء الله باذن الله يفضل كمان اثناء المباراه ويفضل بعد المباراه ان شاء الله مشهد رائع. محمود بدراوي ايضا في استاد القاهره. محمود مساء الخير الجديد عندك. شكرا للزميل العزيز والاعلامي الكبير كابتن سيف زاهر، وتحياتي مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، هنا من داخل استاد القاهره الدولي، والجميع طبعا عشاق الساحره المستديره صوب استاد القاهره، ويصدر الستار رسميا اليوم على كاس الامم الافريقيه مصر 2019 بمباراه قمه افريقيه قويه من المنتظر بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال. بالنسبه طبعا لمنتخب الجزائر والسنغال تحت قياده فنيه لمدربهم الوطنيين الجزائر بقياده جمال بالماضي المدير الفني الجزائري في مواجهه قويه من خارج الخطوط مع المدير الفني الوطني السنغالي اليو سيسي. الجزائر طبعا اللي فازت بلقب كاس الامم الافريقيه مره واحده في تاريخها سنه 1990 وكانت على حساب المنتخب النيجيري في مواجهه منتخب السنغال الذي لم يفز بكاس الامم الافريقيه حتى الان. المنتخبين طبعا كانوا في مجموعه واحده من تم اعلامنا، تاهل المنتخب الجزائري اول لهذه المجموعه والمنتخب السنغالي تاهل لثانيه هذه المجموعه، والمواجهه كابتن سيف المباشره كان ما بينهم انتهت لصالح المنتخب الجزائري. بالنسبه لمنتخب الجزائر لم يهزم حتى الان في كاس الامم الافريقيه من الست مباريات اللي لعبهم حتى الان تحت قياده مديره الفني جمال بالماضي اللي استمر في تدريباته اليوميه بعد المباراه الاخيره والفوز الغالي على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد لهدف اللي جه في الدقيقه الاخيره طبعا وقتل المباراه بخلت رياض محرز. حاول خلال التدريبات الاخيره طبعا جمال بالماضي على شرح طبعا تفاصيل المباراه نقاط القوه والضعف لدى المنتخب السنغالي وكيفيه مراقبه واحد من اهم مفاتيح المنتخب السنغالي ساديو ماني ووقف خطورته الهجوميه وكيفيه استغلال الفرص. اكد ان كانت مشكله المنتخب الجزائري في المباراه الاخيره هي استغلال انصاف الفرص، واضاع المنتخب الجزائري كثير من الفرص سواء في مباراه الكوت ديفوار او مباراه نيجيريا الاخيره. كان ليه بعض التصريحات المدير الفني جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قبل اللقاء، اكد على ثقته في لاعبيه الكامله على اقتناص طبعا لقب كاس الامم الافريقيه 2019 هذه المره تكون البطوله الثانيه في طبعا تاريخ المنتخب الجزائري، واكد ان اللاعبين في حاله تركيز وحماس الى اعلى الحدود. اكد ان التدريبه الاخيره طبعا بالامس ظهر على ملامح اللاعبين حاله من التفاؤل، حاجه من التركيز الشديد للفوز اليوم على المنتخب السنغالي، واكد ما يصعب المباراه هو ان المنتخب السنغالي بالفعل يضم لاعبين على اعلى مستوى وهو المصنف الاول في افريقيا حسب طبعا التصنيف الاخير للفيفا، واكد ان المباراه قويه جدا. طبعا المنتخب السنغالي يضم لاعبين مش فقط ساديو ماني، بيضم لاعبين على اعلى مستوى في جميع الخطوط، واكد على سعادته لقدوم عدد كبير جدا من جمهور الجزائري من الجزائر ليشاهدوا المباراه من داخل استاد القاهره. اكد ان دي هتدي دفعه معنويه هائله للاعبين طوال ال 90 دقيقه اليوم، والفريق مكتمل يا كابتن سيف باستثناء غياب اللاعب يوسف عطال اللي اصيب في لقاء الكوت ديفوار في ثمن النهائي بيغيب طبعا الاصابه في الكتف. اما على الصعيد الاخر المنتخب السنغالي والفوز الاخير اللي حققه على نسور كرتاج المنتخب التونسي بهدفين مقابل طبعا هدف مقابل لا شيء في الوقت الاضافي، استمر في تدريباته اليوميه تحت قياده مديره الفني اليو سيسي
حاول خلال التدريبات الأخيرة على تصحيح بعض الأخطاء الواقعة في فريقه خلال الفترة الأخيرة، خاصة الأخطاء الدفاعية. هيحاول اليوم الاستغلال التنوع الهجومي الموجود في فريقه، سواء عن طريق الأطراف أو عن طريق الاختراقات من العمق. أكد أيضا لاعبي ضرورة كيفية دراسة المنتخب الجزائري وشاهد المباراة الأخيرة للمنتخب الجزائري، خاصة مباراة دور المجموعات، الوقوف على نقاط الضعف المتواجدة في المنتخب الجزائري ومراقبة الثلاثي. من وجهة نظري شايف أن الثلاثي خطر على المنتخب السنغالي اليوم، رياض محرز ويوسف بلايلي وبغداد منجاح، لكن الثلاث لعيبة دول هم طبعا مسامير في منتخب الجزائر وبيحدثوا الفارق لأي منتخب. كان ليه بعض التصريحات قبل اللقاء كابتن سيف، اكد سيسي لاعبي ضروره الفوز وغلق طبعا صفحه المباراه الاخيره. اليوم المنتخب السنغالي مركز فقط على اقتناص اللقب للمره الاولى، واكد ايضا انه فخور باللاعبي حتى الان وادائهم طوال البطوله. كان يمني نفس البطوله المباراه النهائيه منذ اليوم الاول منذ قدومه الى مصر. اكد اللاعبي ان المباراه النهائيه هو هدف طبعا للمنتخب السنغالي، وبالفعل وصلوا الى المباراه النهائيه، فهو بيشكر اللاعبي على هذا الانجاز، لكن اكد الانجاز لم يكتمل، هيكتمل اليوم بالفوز على المنتخب الجزائري. حزين للغايه اليو سيسي لغياب مدافعه الاساسي كاليدو كوليبالي اللي بيغيب اليوم للايقاف بعد تراكم الانذارات، ولكنه طبعا اكد على ثقته الكامله في جميع اللاعبين، وان اللاعبين قادرين ان هم يقتنصوا طبعا لقب كاس الامم الافريقيه، واكد ان ساديو ماني منصب بتركيزه فقط على الفوز بكاس الامم الافريقيه مع زملائه، ويكون طبعا لقب تاريخي له بشكل شخصي ولمنتخب بلده. كابتن سيف، دي كانت كل الاجواء كل ما يخص عن منتخبي منتخب الجزائر والسنغال هنا من استاد القاهره، واكيد الان العوده للزميل العزيز والاعلامي الكبير كابتن سيف زاهر والى الاستوديو التحليل. بدراوي، عايز استفسر منك معلش، انا شايف ان انت واقف في المنطقه المخصصه للاعلاميين، وشايف ان في متابعه كبيره من القاره السمراء ومن العالم كله اعلاميا لهذا الحدث، وشايف عايزك تكلمني عن التنظيم. كابتن سيف، بالنسبه للتنظيم، الجميع هنا في استاد القاهره وحتى في شوارع مصر، الجمهور الفرق الاخرى سواء المنتخبات المتواجده حتى هذه اللحظه في القاهره او المنتخبات اللي غادرت مصر، طبعا كلهم منبهرين بحاله التنظيم، حتى تنظيم في كل مباراه، سواء الفنادق سواء الاستادات الملاعب التدريب، الكل في حاله انبهار، وبيشكروا طبعا كل قياده الدوله على هذا المجهود الرائع اللي قدر طبعا الجهات المختصه في مصر انها تنظمه في فتره يعني اقل من 5 شهور، لكن تنظيم رائع على كل الجهات يا كابتن سيف. وهنا من استاد القاهره الجميع طبعا بيشكر كل القيادات، خاصه في المباراه النهائيه، تنظيم اكثر من رائع مثل ما تعودنا في الفتره الاخيره. بضم صوتي لصوتك الحقيقه محمود، وفعلا التنظيم اكثر من رائع. دايما كنا لما نجيب اي حد من الزملاء يبقى في ازمات، في مشكله في الدخول، اي حد بنجيبه، جمهور، زملائنا الاعلاميين اللي موجودين، شبكه مراسلنا، اي حد بنجيبه الحقيقه بيبقى عنده حاله فخر بالتنظيم اكثر من رائع. بشكرك محمود بدراوي، شكرا جزيلا. ومعانا ايضا محمد طه من استاد القاهره ونعرف الجديد. طه، مساء الخير، اتفضل. مساء الخير عليك كابتن سيف، ومساء الخير على كل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. يمكن لو كل زملائي طبعا اللي تبلغهم كل التحيه نقلوا لحضرتك صوره الاجواء من خارج استاد القاهره او من المحيط، هنا في اجواء اخرى داخل ملعب استاد القاهره، واللي استعد لهذه المباراه منذ اخر مباراه لعبت هنا في هذا الاستاد، واستعد بصيانه كبيرة جدا من الشركة المسؤولة عن أرضية الملعب حتى تظهر بالشكل الأفضل في هذه المباراة، أيضا صيانة كل شيء داخل استاد القاهرة، سواء المدرجات، سواء دورات المياه، سواء كل الأماكن أو الأماكن حتى اللي بتقدم خدمات للجمهور اللي هيحضر في هذه المباراة، الكل أعاد ترتيب أوراقه من جديد داخل استاد القاهرة. أيضا حفل الختام واللي هيبدأ في الساعة 8 من اليوم، الاستعداد هنا له منذ 3 أيام تقريبا، وكانت بالأمس البروفة الأخيرة لحفل الختام، وكل شيء هنا داخل استاد القاهرة يعني مليء بالبهجة ومليء بالسعادة لهذه النسخة، ختام النسخة رقم 32. كابتن سيف، خليني أقول لك أيضا أن جمهور الجزائر وأيضا جمهور السنغالي متواجدين وفي أماكنهم هنا من ساعات يعني كثيرة جدا قبل بداية المباراة، من الساعة 4 تقريبا، ويمكن جمهور الجزائر فور دخول
دخوله لمدرجاته واللي خصصت له الدرجة الثالثة يمين بالكامل، ويمكن من مجرد دخولهم هنا لأرض الملعب وبدأت الهتافات وبدأت الأعلام ترفرف، مشهد رائع حقيقي هنا في استاد القاهرة. أيضا على الجانب الآخر في الثالثة شمال متواجد جمهور السنغال ومعه الجماهير المصرية اللي برضه هتكون موجودة في الدرجة الثانية، واللي هتشجع طبعا أي فريق هي حابة تكون وراه وبتدعمه. لكن في الآخر الصورة الكاملة هي صورة رائعة جدا. يمكن أنا تحديدا حاليا موجود في المكان المخصص للصحفيين والإعلاميين، موجود هنا يمكن في هذه اللحظات تم تسجيل أكثر من 600 إعلامي وصحفي موجودين من وكالات أنباء حول العالم من آسيا ومن أوروبا ومن أمريكا، كله جاي هنا عشان يغطي النهائي، منهم اللي كان موجود من بداية البطولة ومنهم اللي تواجد اليوم. كان لي حوارات كتيرة معهم وسألتهم عن رأيهم في البطولة بشكل عام. اللي كان موجود بيشعر بالحزن لأنه هيغادر، لأن كلماتهم كانت عبارة عن اللي بيرتبط بمكان لمدة شهر وبيشوف فيه حسن الضيافة وبيشوف فيه الكرم وبيشوف فيه حاجات كتيرة ممكن يعني بيسعد ان هو بيشوفها هنا، فبالتالي دي بتأثر عليه وهم هيتمنوا زيارة مصر قريبا. اما الاخرين اللي موجودين اليوم مبسوطين جدا وجم من كل قنوات الانباء ليسجلوا هذا الحدث نهائي كأس افريقيا. اكيد في حاجات كتيرة وكواليس كتيرة مستمرين فيها حتى نهاية اليوم. كابتن سيف بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد طه، الحقيقة وأخبار رائعة متابعة العالم كله لهذا الحدث الكبير، ونفتخر الحقيقة كأن احنا مصريين بالتنظيم الرائع ده. بشكر كل المجموعة اللي موجودة معانا، أسامة أمام، شريف عادل، محمد طه، بدراوي، أحمد حازم، خالد رزق. بشكر كل الحقيقة الناس تألقوا بشكل كبير جدا على مدار البطولة، وهنتابع معاكم النهاردة لحظة بلحظة. بشكركم شكرا جزيلا. فاصل سريع ثم نعود بعد الفاصل وتقارير أخرى. بيبا لاجيري 1 2 3 بيبا لاجيري 1 2 3 بيبا لاجيري 1 2 3 3 3. متابعة كبيرة النهاردة لكل القارة السمراء وكل الشعب المصري لمباراة النهاية ومباراة الختام وحفل الختام النهاردة، اللي إن شاء الله بإذن الله هيكون رائع. بقينا بنراهن على اي حاجه، زي ما راهنا على الجمهور، زي ما راهنا على الشعب المصري، زي ما راهنا على الدوله المصريه في نجاح البطوله وحاله الابهار اللي عند الناس كلها. ان شاء الله باذن الله تبقى نهائي البطوله نهائي رائع. خلونا نروح للقاءات مع لاعبي الجزائر قبل مواجهه السنغال، نشوف قالوا ايه، ونرجع لكم بعد الفاصل مع المعلم الكابتن حسن شحاته والامبراطور الصغير كابتن حازم امام بعد الفاصل. سي سور راح تكون مباراة صعيبة. حنا لي تروا جو لي تروا درني جو هادو انا بيان بريباري، وجدنا بيان الماتش هذا. المباريات كلها تختلف، ماشي سافا با ات لو ميم ماتش. دونك السنغال نعرفوهم وما يعرفونا، جو بونس راح تلعب كيستيون دو كوراج دو كور. ان شاء الله مادام لحقنا لا فينال عندنا عندنا لو نيفو، عندنا لي كاليتي. عدد الجماهير سوف تتوافد بكثرة اليوم، هناك من سوف يأتون من فرنسا ومن الجزائر، ونحن نحتاج إليهم لتشجيعنا والوقوف جنبنا. كان سوف يكون نهائي رائع ما سوف نلعبه اليوم، ولن يكون الأمر سهلا، لا ويوجد عدد من اللاعبين المجهدين بالطبع، ونضع ذلك في الاعتبار، ونحتاج التوفيق والحظ وبذل المجهود. نعم غدا سوف نلعب المباراة النهائية، يجب أن نلعب بحزم أكثر ونلعب كما لعبنا في جميع المباريات. إن شاء الله خير. يجب علينا أن نبذل المجهود خلال 90 دقيقة وأن يكون هناك تركيز كامل لدينا جميعاً.
ما يمكنني ان اقول ان هناك بفضل مشجعون اننا تواجدنا في تلك المرحله، وان شاء الله غدا سوف نقوم بعمل وبذل مجهود. اهلا بكم من جديد اعزائي مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. برحب بديوبي كابتن حسن شحاته. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن سيف، واختام بطوله كنا قاعدين شهر شويه حلوين مع بعض. تشرف لينا كابتن. بنتقابل وبنلتقي دايما على خير ان شاء الله، فيا رب يكملها لنا على خير وتطلع النتيجه يعني للي بيحب السنغال وللي بيحب الجزائر، عارف انت ازاي، وفي نفس الوقت يعني الاحسن هو اللي هيكسب. احنا طبعا في الكوره عندنا كده طبعا، احنا دايما يعني دايما على مسافه واحده من الجميع، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يبقى النهائي جميل ونتمنى نشوف اهداف. كابتن حازم مساء الخير. مساء الخير يا سيف، ازيك؟ بارك الله. مبسوط اني معاك ومع كابتن مصر طبعا، كابتن حسن شحاته اكيد كابتننا الكبير، ومبسوط ان احنا في الفاينل ومبسوط ان احنا بنغطي التغطيه الكبيره دي بصراحه طوال الشهر، من احسن تغطيات الواحد شافها في تاريخه يعني او في حياته. يمكن انا اشتغلت كتير في قنوات مصريه وعربيه، يعني اعتقد واحده من افضل التغطيات اللي اتعملت. اللي الناس ما تعرفوش ان انت محلل مودي، اول مره اشوفك سعيد، يعني اول مره اشوفك في تغطيه في بطوله ان انت يعني فخور بالاستوديوهات، فخور بالتغطيه. تايم سبورتس بصراحه سيف، من هنا من بدايه الاستوديو حضراتكم المذيعين المحللين الكبار بقياده طبعا الرئيس كابتن حسن شحاته وكل الناس اللي جت زملائنا الاعزاء، بلس الاجانب اللي جم اقوى محللين ولاعيبه كوره على مستوى العالم. انا بقول المذيعين طبعا كلكم طبعا، اولهم كابتن شوبير طبعا اكيد، وحضرتك وتامر وكريم. كابتن شوبير والمذيعين طبعا. يا ابني انت تغلطي مع الناس ليه؟ انا قلت حاجه. انا بقول لك الصح بس. والمحللين الكبار اللي انت جبتهم على مستوى برضو مورينيو، دروجبا، وايتو، احسن لعيبه في العالم واحسن محللين في العالم. المراسلين على فكره عاملين شغل رائع. دايما كان زمان الناس تعيب على يقول لك بيتريقوا على المراسلين ما بيعرفوش يتكلموا انجليزي، ما بيعرفوش يقولوا الاسامي صح. الاولاد زي الفل بيتكلموا انجلش بيرفكت، بيتكلموا حتى بيتكلم فرنساوي بيتكلم كويس، الاسئله كويسه جدا. التغطيه نفسها المخرجين طبعا كلهم اللي جوه معاك بيعملوا تغطيه رائعه، كل الاجواء بصراحه جميله جدا جدا طبعا، بلس التنظيم بقى في الملعب وبره الملعب. لكن كان على تايم بصراحه حاجه مشرفه جدا وحاجه منوره في وقت قليل جدا، وصعب جدا انك تعمل كل ده زي ما مصر عملت البطوله في اربع شهور بشكل اكثر من رائع. برضو تايم سبورتس طلعت في وقت قليل جدا وطلعت بحاجه كبيره جدا 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 يعني. كابتن حسن، مصر كلها بتنادي عليك، كل مصر بتقول المعلم، اكيد التاريخ ما بيكذبش. والله يا سيف لو في نصيب يبقى خير وبركه، انا لا يمكن اتاخر او يعني، بس اكيد يا كابتن فرحان يعني اكيد من جواك. طبعا فرحان انت في توقيت واحد، دايما الناس مع احترامي يعني الناس تختلف يعني أكيد. ناس احيانا ليها وجهه نظر، ناس ليها وجهه نظر اخرى، ولكن المشهد ناس متخصصين، ناس نجوم، ناس في الشارع، كل الناس بتنادي على كابتن حسن شحاته. وهو حسن شحاته كمان مش هيتاخر يا كابتن سيف، بالرغم ان هي المأمورية صعبه، وخاصة ان انت قدامك شهر ونص عشان في شهر 9 في تصفيات، وانت لما هتبدا هتعمل المفروض مش هتعمل تيم جديد، لا هتكمل التيم. يعني في فرق بين انك هتكمل تيم على لعيبه موجوده وانك هتعمل تيم جديد، وده برضو كل حاجه بتاخد وقتها. فدي بقى زي ما احنا كده يعني نقول ان الدوله عملت في 3 شهور البطوله الجميله الحلوه دي، الكل بيشكر فيها والكل يعني بيفخم فيها وبيفخم في مصر، وهي دي مصر زي ما احنا عارفين. مصر عملت كل حاجه كابتن، مصر الحقيقه ام الدنيا. وزي ما قال كابتن حازم من شويه ان برضو الاستوديو هنا كمان عمل شغل ما بعدهوش شغل. خلينا كابتن نقول على المستوى كله، خلينا نقول ان احنا كلنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله في ظهر المنظومه في اللي جاي ان شاء الله الخير لمصر باذن الله ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. وده الحقيقه المشهد اللي شفناه في التنظيم والمتطوعين والناس، والحقيقه مصر قدمت ملف كبير جدا وملف رائع جدا جدا جدا. عايز اتكلم يا كابتن عن البطوله فنيا، المردود الفني، حضرتك عديت على بطولات كتيره جدا كويس، المردود الفني راي حضرتك فيه ايه؟ هو المردود الفني احنا كنا متخوفين من بعض الاسامي المنتخبات، يعني بعض اسامي المنتخبات اللي هي ما شاركتش كتير واللي هي اول مره بتشارك، فكنا خايفين من المنتخبات وهنقول البطوله هتبقى ضعيفه و لكن البطوله ما كانتش ضعيفه، البطوله قويه جدا جدا جدا.
والفرق اللي احنا او المنتخبات اللي كنا متخوفين ان هي مش هتبقى قد والاول مره بتشارك وبتاع دي كنا متخوفين منها، لكن طلعت المنتخبات ديت في تطور كبير جدا وفي تقدم كبير جدا في النواحي الفنيه، في المدربين اللي بيدربوها، النواحي التكتيكيه اللي قاموا بيها، كل الحاجات دي كلها مش عاوز اقول امثله عشان كل الفرق كانت على مستوى البطوله وعلى مستوى لغه البطوله الافريقيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل يعني لما تيجي تبص لزيمبابوي وتبص لمدغشقر وتبص للفرق اللي هي كانت اول مره تشارك هتلاقي، لا هتلاقي انت شفت حاجات فيها مفاجآت جامدة جدا 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 جدا. ده بجانب بقى المنتخبات الكبيرة، المنتخبات الكبيرة اللي احنا يعني للأسف ما عطناش الحاجة اللي هي نحبها، مش كورة، نتائج. وبداية يعني من سوري في الكلمة يعني بداية من المنتخب بتاعنا، واحنا ما كناش فاكرين ان ممكن منتخبنا يخرج بدري بالشكل ده. لكن في منتخبات ظهرت بمستوى عالي جدا، منتخبات عندها المدربين الاجانب وعندها المدربين الوطنيين، يعني زي ماتش النهارده اثنين مدربين وطنيين، جمال بومادي وسيسي، دول مدربين وطنيين. في مدربين اجانب مع بنين، مع مدغشقر، مع اكتر من منتخب، عملوا تطور كبير جدا 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 بالنسبه للمنتخبات دي. فعشان كده بنقول ان يعني الحلو شفناه، مش عاوز اقول الوحش، لا ما كانش فيه وحش قوي ان شاء الله كده. ان شاء الله الحلو النهارده كمان يكمل وتكمله الكلام كابتن حسن شحاته. اول مواجهه لاثنين مديرين فنيين من 21 سنه، وطبعا ده راي وطنيين وده راي عميد المدربين الوطنيين كابتن حسن شحاته، صاحب التاريخ الكبير وصاحب الثلاث القاب اللي يعني من الصعب بل من المستحيل اعتقد ان هم يتحققوا. حازم، اعتقد ان السنغال والجزائر من فتره والناس عندها توقع ان الاثنين في النهائي، يعني ما كانش فيه مفاجآت ومشيت الامور بسلاسه. ممكن تكون الجزائر في فترات يعني عدت عليها لحظات صعبه جدا، ولكن قدروا فعلا الاثنين يوصلوا. من الاول البطوله كان الناس متوقعه السنغال اكتر كمان من الجزائر، يعني الجزائر على فكره الجزائر مش جايه من ايام حلوه، يعني الجزائر عندها مشاكل بقى لها فتره كبيره جدا. البطوله اللي فاتت كان معاهم مدرب عملوا طلعوا من الادوار الاولى في البطوله، وبعدين جه كابتن رابح ماجر ما قداش قعد سنه ما قداش بشكل كويس. من ساعه ما خالوزيتش مش في 2014 لغايه النهارده الجزائر مش في احسن حالاتها، دايما بتطلع من الادوار الاولى او الثانيه، الامور متلخبطه. حتى وجمال بالماضي ماسك كان عليه انتقادات كتير جدا، فهم جايين مش في دماغ فرقه كويسه كافراد، لكن كمجموعه ما في شك كبير جدا فرقه الجزائر انها تنافس. كان دايما الكلام على السنغال اكتر، ما كانش عندنا في البدايه توقعات ان الجزائر موجوده غير بعد خروج المغرب المفاجاه لما لعبت الجزائر بدايه خروج مصر بدور 16، لا يعني قصدي خروج الفرق اللي احنا كنا لا انا بتكلم في الاول خالص، يعني قبل ما البطوله تبتدي كان الجزائر مش مرشحين قوي، كانت طبعا تفضل الجزائر فرقه قويه وتفضل دايما التاريخ بيقول ان الجزائر هتفضل من الفرق المهمه، لكن لما قبل البطوله لما تيجي تشوف هتلاقي الناس تروح للسنغال اكتر عشان ساديو ماني، عشان السنغال كان في كاس العالم ظهر بشكل كويس، البطوله اللي فاتت عادتها بشكل كويس طلع بضربات الترجيح برضو، فالسنغال اقوى شويه قبل البطوله. لكن اول ما اشتغلت البطوله لان الجزائر هي الاحسن طول البطوله بصراحه، يعني حتى الجزائر مشوار كسبت السنغال في دوري المجموعات بلس. على فكره حازم النهائي ارقامه كبيره، يعني الجزائر اول مره من 29 سنه تلعب نهائي، السنغال اول مره من 21 سنه تلعب نهائي. الجزائر اخر مره تلعب سنه 90 في ملعبها، هي ما خدتش البطوله دي اللي هي اتعملت سنه 90، واحنا كنا معاهم على فكره في مصر ساعتها، الكابتن جوهري ما راحش اساسا، راح كابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه. منتخب الاولمبي منتخب، لا منتخب تاني يعني، كان كابتن طارق يحيى ساعتها، كابتن ثابت، بعدين بنين 1-0 برضه نفس الكلام، بعدين السنغال تعادل برضه، وبعدين كسب بجون في نفسه برون او اوتو جول او يعني واحد في نفسه، وبالتالي ما اداش الاداء اللي انت كنت متوقعه كفريق السنغال. لغايه دلوقتي السنغال ما لعبتش ماتش قوي قوي، يعني حتى الماتشات اللي بيكسبها لكن دايما ما فيش فوز مريح زي الجزائر ما بتكسب، زي ما الجزائر بتلعب. فالجزائر يعني لغايه وقتنا هذا هي الاوقع، يمكن اقل ماتش او اقل شوط عملته الجزائر كان ماتش نيجيريا الشوط الثاني، كان في تعب كبير جدا فريق، اول ما اشوف فرقه بتلعب على الجزائر شويه، وده حصل الشوط الثاني نظرا لحاله التعب. الجزائر لعبت 120 دقيقه مع كوت ديفوار، تعبت فيها جدا، كانت عندها راحه اقل يوم من فرقه نيجيريا، وبالتالي كان التعب بان على الشوط الثاني، لكن خبره بقى او مهاره فرديه من لعيب بتفرق اكيد في الماتشات دي. لكن اعتقد على مشوار الفرقتين جوه البطوله الجزائر حتى الان هي الاحسن يعني. طيب نروح برضو نشوف على الطرف الاخر منتخب او جماهير منتخب السنغال،
هيقولوا ايه وفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. هذا يكون المواجهة الثانية في هذه البطولة بين السنغال والجزائر. يعني منطقيا لا يكون كالمباراة الأولى. إن شاء الله في مباراة النهائي الجزائر حيخسر إن شاء الله. بالتأكيد السنغال حيفوز بحاسب الكاش للمرة الأولى في تاريخ إن شاء الله. جئت هنا لأسجل السنغال، لكن أنا موريتاني وسنغالي، يعني ممكن أقول أنا موريتاني وسنغالي، لكن إن شاء الله نتمنى يعني توفيقا وتوفيقا توفيقا للسنغال وحظا لهذه البطولة إن شاء الله. إن شاء الله سنفوز بالبطولة إن شاء الله. حمزة جامعة أزهر طالب هنا منذ 5 سنوات. نعم جيت للتدريب الفريق اليوم وأمس كمان. إن شاء الله كلنا وراء السنغال إن شاء الله سيفوز على الجزائر ولا يكون كالمباراة الفاتحة إن شاء الله. هذه المباراة إن شاء الله منطقيا وفيزيك وكله إن شاء الله جاهزين إن شاء الله سنفوز. لا ليس صعب، لا يكون صعب إن شاء الله، ويكون أيضا بالأهداف، لا يكون هدف واحد ولا اثنين إن شاء الله، 3-0 أو 2-0 يكون أكثر إن شاء الله. نعم ممكن نعطيهم هدف واحد يكون 3-1 إن شاء الله. أكيد النهاردة مواجهة بين اثنين مديرين فنيين كبار، جمال بالماضي وسيسي، وأكيد كل واحد بيفكر النهاردة هيعمل إيه، وكل واحد بيفكر النهاردة في ضربة البداية. الصعوبة كابتن حسن عند مين النهاردة؟ أكيد جمال بالماضي مش هيغير طريقته، هيلعب بنفس الطريقة الضغط العالي، هيلعب النهاردة بنفس الحماس اللي بيلعب بيه، ولكن أكيد هيكون عنده حسابات مختلفة بالذات لمانيه. جمال بالماضي النهاردة بيعتمد على الناحية المعنوية والروح الوطنية، يعني بالرغم ان هي فرقة قوية جدا وفيها لاعبين يعني على قد المسؤولية، بس من خلال 3-4 سنين ما كانوش موجودين، فهو النهاردة بيعتمد على الروح المعنوية او الروح الوطنية بالنسبة للاعبين. يعني اللاعبين اول مرة يشوف الجزائر ممكن بتهين نفسها بالشكل ده، او لعيبة الجزائر بتهين نفسها بالشكل ده، لان هي عاوزة تكسب سواء في الوقت الاصلي او في الوقت الإضافي. وآخر حاجة محرز الهدف اللي أحرزه في الدقيقة 94 في الماتش اللي فات. فالنهاردة الجزائر كفرقة قوية وفرقة كويسة وعندها لعيبة كويسة، عارف حضرتك إزاي، لو عملنا مقارنة بينهم وبين لعيبة السنغال هنلاقي طبت أو كفة الجزائر هتطب أكتر من السنغال. ليه؟ لأن هم في عندهم روح وطنية بيلعبوا بيها مش متواجدة في لعيبة السنغال. صح، واحنا دايما اتفضل. لا اتفضل. ودايما احنا بنقول كده، يعني احنا بالنسبه لشمال افريقيا الروح الوطنيه بتعوض كتير قوي، بتعوض حاجات كتيره وبتعوض نقص كبير جدا جدا في بعض اللاعبين اللي موجودين في المنتخب. الحته دي مش موجوده في السنغال. السنغال بتلعب كوره عشان الكوره، بالرغم ان هو مدربهم سيسي ده مدرب وطني، بس مدرب من المدربين الجيدين جدا، وده كان معايا في المغرب في دراسة الشهادة برو، وهو اتعرفت عليه ولقيته هو طموحاته كبيرة جدا 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 جدا. فالنهاردة اللي احنا هنشوفه، مش عاوز اقول الجزائر تكسب ولا السنغال يكسب، لكن عاوز اقول الاحسن طبعا هيكسب. اكيد النهارده برضه كابتن حازم، اكيد سيسي برضه النهارده يعني عينه على النهائي، كان موجود كلاعب في 2002، ضيع ضربه جزاء امام الكاميرون، حرم برضه بلاده، عايز يعوض النهارده، عايز يجي ببطوله. اكيد النهارده منافسه شرسه برضه ما بين ماني وما بين محرز، كل واحد منهم عنده طموحات وعنده اهداف. طبعا اكيد، وكل واحد فيهم البطوله هتفرق معاه جدا جدا في تايتل ان يبقى يعني احسن لعيب في افريقيا السنه دي، اكيد هتفرق معاه. واحد واخد الدوري الانجليزي، واحد واخد هداف الدوري الانجليزي، واحد واخد تشامبيونز ليج، ولو حط على معاه بطوله افريقيا اكيد هتزيد معاه جدا جدا لماني او لمحرز. بس محرز ممكن يخش في افضل لاعب في افريقيا؟ ممكن لو خد بطوله افريقيا، هو يعني ماتش نيجيريا تحديدا ماتش حاسم بالنسبه له، كان عامل مهم النهارده، ممكن يعمل ماتش كويس ويعمل جون او يجيب جون، يبقى اسمه واخد بطوله افريقيا اكيد. خصوصا انت لما تبقى بقالك سنين طويله ما خدتش البطوله وتاخد البطوله بتدي
بتفرق جدا في التقييم، ان انت البطوله بقى لها بعيده عن البلد 18 او 20 او 21 سنه وترجع بيك انت، فبتفرق اكيد في 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 المواضيع والاحصائيات يعني. لكن الاثنين طبعا اليو سيسي مدرب كويس قوي، قال من ساعه ما مسك كان مساعد الاول الان جريس مدرب التونسي او الفرنسي يعني اللي ماسك المنتخب التونسي، وخد الثقه بعد كده دول مشي بشكل كويس، وصل كاس عالم، ادى اداء رائع في كاس العالم. قلنا كتير يعني الناس كلها عارفه طلع بفرق انذار عن اليابان، طلع بره انذار واحد طلعه بره دور ال 16. كل الناس اشادت بمنتخب السنغالي، يمكن بشوف ان السنغال لعب في كاس العالم افضل ما لعبت في كابتن حسن معلش هنستاذنك، دي لحظات وصول السيد رئيس الجمهوريه الى استاد القاهره. عارف اقول ايه من كتر حلاوه التنظيم، من كتر النظام اللي احنا شايفينه في الملعب. كل بين المنتخبين الجزائري والسنغالي هذه المباراة المهمة، وهذا الحفل التاريخي، هذه الدورة التاريخية لكأس أمم إفريقيا والتي يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو، وكذلك رئيس الاتحاد الإفريقي الكاف أحمد. ونحن في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام في انتظار وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بالفعل أرى و أن موكبه قد وصل إلى بوابة المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولية، حيث يفتتح أو يختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه البطولة، يفتتح الحفل الختامي، وبالتالي يكتب النجاح الذي تكلله مصر وتكلل جهودها يوما بعد يوم، يضاف نجاحا إلى نجاح آخر. مشاهدينا الكرام، هذا هو موكب الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت، الذي وصل الآن أمام المقصورة الرئيسية، حيث يتوجه إلى داخل المقصورة الرئيس الجزائري. وكذلك مشاهدينا الكرام، ننتظر خلال اللحظات وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الحفل الختامي وحضور المباراة الختامية، هذه المباراة التي تمثل برهانا قاطعا لأن مصر قد نجحت في تنظيم هذه البطولة ووصولا إلى هذا المستوى الرائع للبطولة. أعتقد أنه البطولة الإفريقية تطورت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، زاد عدد المنتخبات، ارتفعت ليس فقط الأعداد لكن ارتفعت مستويات الفرق المشاركة، المنتخبات الإفريقية، ظهرت منتخبات كثيرة لم نكن نظنها قد تظهر بهذا الشكل، ظهرت بمستوى وأداء رائعين. ربما دول تشارك للمرة الأولى، ربما دول ليس لها مشاركات كثيرة، وقد ظهرت فعلا بمستويات رائعة، وهذا يدل على ده كان وصول رئيس الجزائر، وفي انتظار وصول السيد رئيس الجمهورية، ومشهد الحقيقة أكثر من رائع، ومشهد الحقيقة تنظيم أكثر من رائع، والدولة المصرية الآن تستاهل الحقيقة كل الإشادة وكل التحية. كابتن حازم تفضل. فكنت بتكلم على السنغال والجزائر ومشوارها، وجهة نظري السنغال في كأس العالم لعبت مع فرق أصعب وأدت أداء أقوى. النهارده بتلعب البطولات او الماتشات كلها لعبتها تحس بالتاريخ بالخبرات، يعني الاداء نوعا ما كويس ولكن مش قوي قوي يعني. كل الماتشات زي ما بقول لك يا سيف مع اوغندا تحس تلعب على قد الماتش، مش بتبين، مش بتقوي، مش ماسكه الماتش 90 دقيقه، مش اللي هي مسيطره سيطره تامه، لا بالعكس اوغندا كان في فترات كتير الشوط الثاني ماسكه المباراه. بنين كان ماتش فلات جدا، مفيش حاجه فرصه تك جون. ماتش تونس الشوط الثاني تونس كانت احسن بكتير جدا من ماتش من السنغال، وضيعت بينالتي وضيعت انفرادين من طه ياسين خنيسي، وحتى الهدف اللي جه مش نتيجه لعبه او شغل، طبعا ضيعوا برضه هما كمان السنغال الشوط الاول تحيين، ضيعوا فرص كتيره وضيعوا ضربه جزاء. لكن زي ما بقول لك السنغال عندها احسن من كده، اللعيبه اللي موجوده في السنغال عندها احسن يعني. يانج راس حربه السنغال لغايه دلوقتي من أسوأ المهاجمين الموجودين في البطوله، مع ان يانج ده كلاعب كوره لعيب كويس جدا، بيلعب في فرنسا، بيلعب في ميلان، كان في ميلان، كان في جنوا، لعيب مهم، لكن حتى الان ما جابش ولا جون تقريبا، ما اعتقدش جاب، وبعيد قوي عن الاداء وما بيروحش للجون كتير. ساديو ماني نفسه لما تيجي تبص عليه كاداء فردي ليه، هو مش هتلاقيه مكسر الدنيا، بيبان في لحظات ويختفي كتير، زيه على فكره زي محرز برضه يعني. محرز نفس الحاجه، بيظهر
لكن مش طول ال 90 دقيقه. بس عارف مش زي زمان اللعيبه كانت كبيره تلاقيها طول الماتش باينه. اه بس مهمه قوي لحظات ظهورهم، لحظات ظهورهم بتغير مباريات. هو هو بس اللي عملها محرز عملها كويس جدا، لكن الماتشات اللي فاتت مش هتلاقي لعيب كويس طبعا جدا، لكن هتلاقي بالليلي واخد منه الاضواء بشكل كبير. يعني بالليلي في الجزائر الاربع او الخمس ماتشات تسيف باين اكتر من محرز بكتير جدا. حتى والناس لما نزل لعب ماتش ونص شكله كان رائع جامد جدا. نفس كام ساديو ماني برضه بيظهر على احيان، مفيش يعني مش اللي هو فاكر كان في زمان لعيبه كابتن حسن طبعا اكيد مش في ليفربول يعني كان زمان مثلا تلاقي او مكاشي بيبان له، ايمانويل يبان في الملعب، اللعيبه الثقيله بتبان طول ال 90 دقيقه طول الماتشات. هنا اللعيبه بتظهر على فترات، مش اللي هو دايما هو عنده الكوره بتختلف، لا عادي يعني بتلاقيه كويس ساعات وساعات كتير مش كويس. ماتش تونس مثلا ساديو ماني شوط ثاني مش ما لمسش الكوره تقريبا، مش باين خالص. ليه يا حسن؟ انا متهيألي موسم طويل جدا، حوالي بيلعبوا 60 مباراه، في ارهاق نهايه الموسم ده بيبقى في ارهاق شويه، فبيوصل للتشبع برضه في الاخر. هو لعيب كوره بني ادم يعني بقى في حاله من التشبع، لسه لغايه دلوقتي بيلعب والناس خلاص داخله بتعمل بري سيزون بتشتغل في الدوري خلاص هيبتدي وهو لسه ما فنش، فده بيعمل اكيد تعب للعيبه شويه. عشان كده بتبقى الحاله ممكن اجهاد شويه تعب شويه اكيد، ان حالتهم لو تلاحظ كل الفرق اللعيبه الكبيره كلها ما فيش حد اللي هو واو يعني، ما فيش حد اللي هو يا ابن اللعيبه يعني. هي بتاعت محرز الفاول، لكن بعد كده تدور بقى مش هتلاقي حاجات كتير حصلت في الماتشات من لعيبه اللي هي انت منتظر منها حاجات كتير يعني. كابتن حسن يعني اعتقد النهارده برضو ان جمال بالماضي عنده سيناريوهات كتير وعنده تصورات كتير، واكيد هيستخدم النهارده دكه البدلاء رغم انها مش مدرسته، هو متعود النهارده على ثبات تشكيل بشكل معين. هو ثبات التشكيل عنده مهم جدا، لكن هو بيختلف عن السنغال، يعني الدكه بتاعته تختلف عن دكه السنغال. الافضليه لمين يا كابتن؟ الافضليه للجزائر، دكه الجزائر افضل من دكه السنغال. وبعدين ما تنساش يعني احنا النهارده السيد الرئيس الجزائر وصل وده دعم كبير جدا، ودي عشان كده انا بكلمك عن الناحيه المعنويه. الناحيه المعنويه بالنسبه لتيم الجزائر والرئيس بتاعهم موجود الحقيقه. كابتن مصر النهارده تستقبل جمهور الجزائر وجمهور السنغال والسيد رئيس جمهوريه الجزائر كل جماهير المنتخبات والسيد المسؤولين في السنغال ورئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي. مشهد الحقيقه رائع يعني. كده مشهد رائع ودي حاجه جميله جدا 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 لمصر، مش عاوز اقول للبطوله، لا جميله جدا 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 لمصر ككل، حتى في كل حاجاته الاثار اللي هم راحوا شافوها واللي راحوا الهرم ورئيس الاتحاد الدولي مبسوط قوي وجايب زوجته معاه وراحوا الهرم يعني حاجات كلها. مش بنقول ان احنا يعني بنسعدهم، ان احنا بنسعدهم ان الحاجات اللي موجوده في مصر دي كلها هم طبعا شافوها وتصوروا معاها وحاجات كتيره جدا. كابتن حسن لعيبه العالم كلها ده بيبقى موضوع برضو مهم جدا عند العالم كله، والعالم كله بيترقب اللعيبه زي ما قال حازم في الاجازه بيروحوا فين. كان دايما بيتجهوا لاماكن في اوروبا، السنه دي مثلا في الغردقه شفنا عدد كبير جدا من اللعيبه المحترفين، اسامي كبيره موجودين، وقبل كده كريستيانو موجود، ميسي كان موجود برضو. ودي حقيقة مشهد الحقيقه يعني احنا 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 كشعب مصري بنسعد بالحاصل ده. يعني البطولة بتاعة 2019 دي عملت حالة للشعب المصري وللجماهير المصرية، حالة جامدة جدا جدا جدا، والحالة دي إن شاء الله هتستمر. يعني الحالة دي إن شاء الله هتستمر طبعا، بس كمان إن احنا نرجع كمان لقيادة أفريقيا. يعني قيادة أفريقيا بالنسبة للبطولات اللي احنا أعتقد إن دي ضربة بداية تبني بيها على حاجات كتير. هنشوف دوري مختلف وهنشوف تنظيم مختلف وهنشوف تصوير مختلف وهنشوف ده الحقيقة مشجعين بشكل التزام مختلف كتير جدا. ده اللي نتمناه، ونتمنى برضو إن موضوع التنظيم اللي حاصل في البطولة دي يبقى حاصل في الدوريات، حاصل في الدورات على مستوى الملاعب كلها، مش عاوز اقول على مستوى. خلاص كابتن حسن اعتقد ان الدوله المصريه حطت المانيوال يعني خلاص ما في مش هيبقى فيه اقل من السيرفيس دي، مش هيبقى فيه اقل من المستوى ده. ما يبقاش فيه اقل من البطوله الافريقيه طبعا، يبقى ده في الدوري، وده هيدي قوه، الجماهير هتدي قوه للفرقه بتاعتها في الدوري، واللي من خلال الدوري انك تقدر تلاقي لعيبه ها زي ما حصل في الفتره اللي فاتت لعيبه محليه اكتر من اللعيبه المحترفين من ناحيه المستوى ومن ناحيه الامكانيات اللي هتبقى موجوده. فاذا النهارده هيبقى عندنا فرقه جديده، مش عاوز اقول فرقه جديده والفرقه الثانيه هتمشي، لا الفرقه الثانيه مش هتمشي، الفرقه الثانيه هتاخد على الاقل المدرب اللي هيبقى موجود هيبقى هياخد احسن العناصر، احسن العناصر في الفرقه اللي كانت موجوده، ويضيف عليها مجموعه من اللاعبين
المحليين. كابتن حاسم، يعني النهارده اثنين مديرين فنيين وطنيين يعني عندهم تفكير وعندهم طموحات وعندهم احلام، هل ممكن النهارده يكون سيسي او جمال بالماضي عاملين سيناريو للمباراه يوصلوا بيه للنهايه، يطولوا الوقت على قد ما يقدروا؟ النهارده جمال الماضي ممكن يكون ماشي بسيستم، او مفاجاته ان هو النهارده ازاي يفاجئ بهدف، او ازاي ان هو يتقدم بهدف فيقفل المباراه؟ كل السيناريوهات دي ممكن تكون في دماغ الاثنين؟ اكيد اكيد، ده فاينل يعني، كل واحد بالنسبه له هي هتبقى اول بطوله ليه في تاريخه ان ياخدها كمدير فني او حتى كلاعب يعني، وبالتالي استعدادها هتبقى قويه جدا. المهم تلعب ازاي يعني. انا متهيألي السنغال لو فتحت الماتش قدام الجزائر هتخسر كتير يعني، لو لعبت زي ما لعبت قدام تونس مع الجزائر، لا المساحات دي لا، في لعبه كتيره في الجزائر تعرف تخلص، ولعيبه كوره كويسين وبيقدروا يجيبوا جوان، فما اعتقدش ان ده اللي نيجيريا عملته مع الجزائر بشكل كبير، ان هي قفلت بشكل كويس فصعبت الماتش الشوط الثاني. لكن زي ما بقول لك، لو هو لعب ان انا هفرد عضلاتي وانا السنغال ومعايا ساديو ماني ونيانج والناس دي، هيشيل كتير من الجزائر. لازم يلعب يحترم الجزائر، لان الجزائر لو لعبت في اخر تلت ملعب تستناهم وتلعب انت بعد كده، لما معاك كوره تفتح الملعب، لكن ما تفتحش من بدري، ما تضغطش من قدام، لان عندهم لعيبه مهاريه. فغولي لعيب كويس جدا، بلاي لعيب كويس جدا جدا، وعنده مساحه من ان هو بيعدي من واحد واثنين سهل، بيعملها مع تحرك بغداد من واحد دايما بياخد من ظهر الديفنس، ما بينزلش يستلم في رجله، دايما تلاقيه عايز ياخد من ورا، بتتلعب له ثرو يروح يستلم ويروح للجون، وعنده مشكله في التهديف، ما جابش غير جون واحد، لكن متعب. بس راح كتير، راح كتير قوي، بس هي حلو انه راح كتير طبعا، بس بيضيع كتير قوي برضه. بس مهاجم قوي ويفضل دايما تخاف منه. محرز بيعدي من اي واحد، عنده طبعا رؤيه غير طبيعيه، بيعرف يروح للجون ازاي. فلازم اليوس يلعب على انه يقفل الملعب، او يستنى على الاقل بعد نص الملعب يقابل، ما يفتحش الملعب بدري، ما يفتحش. النهارده عنده غياب كمان واحد مهم جدا، هو كوليبالي، لاعب نابولي وثيرد باك. وخلي بالك ان كوليبالي كان بيلعب جنبه واحد اتعور في اول ماتش، كايوتي ده مش بيلعب اساسا ديفندر في وست هام، ما بيلعبش ثيرد باك يعني، هو اساسا متوظف في حته ثانيه، فالحته دي هتبقى يعني النهارده اللي هيلعب ما اعرفش هيلعب مين بقى، هتبقى الاثنين مش الاساسيين في ماتش صعب مع واحد مهاجم قوي جدا. ف وجهه نظري لازم اليسي يستنى او يقفل الملعب شويه، ما يلعبش زي كل السبع ثمان ماتشات اللي او الخمس ست ماتشات اللي لعبهم، او نفس ماتشه مع الجزائر الدور الاول، هتلاقي الفكره اختلفت تماما عن ماتش يعني. لو جبت ماتش الدور الاول هتلاقي السنغال نازل يلعب كوره، ما كانش عارف الجزائر لسه، والجزائر ما كانتش مسمعه قوي، فكان نازل يلعب كوره، اتفتحت ماتش عليه، هو كان واخد المبادره، هو الناس خايفه منه والجزائر كانت خايفه منه، فكان عنده مساحات كتيره في ظهره. النهارده ما اعتقدش هيلعب بالشكل ده، لو زكي مش هيلعب بالشكل اللي لعب بيه الماتش الاولاني، لازم هيعمل حساب لفرقه الجزائر اللي هي على الورق وعلى اللعب اللي شفناه هم احسن. فلازم يحترم ويلعب على ان يبقى في مساحات ضيقه تقفل مساحات على الجزائر. طيب سيناريو تاني يا كابتن حسن، ان ممكن سيسي برضه يفكر ان النهارده اندفاع فريق الجزائر هيسيب مساحات في ظهره بشكل كبير، يطير سادوماني ويطير المجموعه اللي معاه، ويستغل المساحات في الظهر لو جمال بالماضي النهارده عنده تصور ان هو يهاجم من اول دقيقه. هو جمال بالماضي عنده الثلاثه، لان هم بيلعبوا بنفس الطريقه يعني، السنغال والجزائر بنفس الطريقه 4-3-3. الجزائر عنده الثلاثه اللي قدام، والثلاثه بتوع نص الملعب لعيبه جيده جدا جدا جدا، وبالتالي اعتماد الجزائر على لعيبه نص الملعب، وهو هيقفل لان هو عنده دفاع قوي كمان، هو هيقفل الناحيه الدفاعيه وهيسيب نص الملعب، طبعا مش الثلاثه اللي هيطلعوا مع بعض، لكن في على الاقل واحد او اثنين هيروحوا مع المهاجمين، اللي من خلالها ان هم هيبداوا بالضغط على السنغال من البدايه، لان دول سته، السته دول لو في اربعه هيضغطوا على لاعبي السنغال من البدايه او من قدام، هيبقى اللعب او في صف او رايح في اتجاه الجزائر، مش رايح في اتجاه السنغال، لان هو عنده الاربعه المدافعين اللي ورا مدافعين جيدين جدا واقوياء، وبيلعبوا بقوه غريبه جدا، وعشان كده بنقول ان احنا يعني هتلاقي محرز وهتلاقي البلايلي وهتلاقي بغداد بنجاح، هتلاقي لعيبه جمال بن عمري، اسماعيل بن ناصر، هتلاقي كل دول لعيبه معمول حسابها يعني، معمول حسابها. بغداد بنجاح يا كابتن زي ما قال حازم الحقيقه من اللعيبه اللي بتقطع من غير كوره بشكل شفناه الماتش اللي فاتت في كورتين، بيقطع قدام المدافع في لمح البصر. عشان كده بقول لحضرتك ان هم هيعتمد على الاقل الثلاثه اللي هم في خط الهجوم، وعلى الاقل واحد او اثنين من لاعبي نص ملعب بيتقدم مع خط الهجوم، والدفاع قافل، لان انا قلت لك قبل كده اي فرقه بتلعب بدفاع قوي هي بتكسب المباراه، لانها بتلعب بدفاع قوي بغض النظر هي بتهاجم او ما بتهاجمش، لا وفي الغالب الجزائر بتهاجم،
عشان كده الدفاع اللي عنده هيبقى قوي والدفاع اللي عنده مش هيجازف. يعني ما فيش حد مثلا من خط الظهر هيجازف ان هو يروح واحد من ناحيه اليمين واحد من الشمال يروح، لا مش هيجازفه، هيحاولوا يقفلوا على الاقل الشوط الاول ويشوفوا نتيجته ايه في الشوط الثاني. فعشان كده بقول لحضرتك يعني، ونفس الوضع بالنسبه للسنغال. السنغال برضو عنده لعيبه جيده جدا جدا، وكيتا واسماعيل ساره وساديو ماني، كل دول ادريسا جاي، كل دول لعيبه من اللعيبه الجيدين اللي ممكن بتجيلهم اي فرصه ممكن يخلصوها. فعشان كده برضو الجزائر بقول لحضرتك ان خط الظهر بتاعه مع واحد او اتنين من لعيبه نص الملعب مش هيقدموا كتير، او هيعدوا نص الملعب، لا مش هيعدوا نص الملعب، هيبقوا دايما واخدين النص بتاع ملعبهم هم، وهم عاملين ساتر فيه على اساس ان محدش يخترق الخط الظهر بتاع الجزائر. حازم، مين النهارده ممكن يسيطر على نص الملعب، او مين النهارده احتكم على نص الملعب؟ ودايما في المباراة دي يقولوا اللي احتكم على نص الملعب مسك المباراه. اكيد الاثنين المدربين عايزين يمسكوا نص الملعب، ولكن هي حاله اللعيبه وعدم وتركيزهم وعدم الميس باس كتير هو اللي هيفرق، لان اكيد الفرقتين راجل اي مدرب يعني اكيد كابتن حسن مش هيكلم وهو قاعد يعني، لكن هتبقى دايما تقول لازم تمسك نص الملعب، لازم تباصي كتير عشان تستحوذ على نص الملعب. لكن في بقى بتبقى حاله لعيبه، هل هو فايق ويقدر يشتغل ولا بميس باس كتير؟ في لعيبه بتنزل تعمل لك ميس باس في ماتشات ما تبقاش عامل حسابها انها في حاله سيئه. طريقه اللعب، هل هتلعب دايما في مساحات ضيقه ولا هتلعب على طول اما تمسك الكوره تلعب كوره طويله؟ يبقى مش محتاج نص ملعب، محتاج الاطراف هي اللي تشتغل اكتر يعني حسب طريقه اللعب. لكن بتهيألي الفرقتين هيبقوا ده فاينل، فهيبقى فيه يعني مفيش مخاطرات كبير، هيبقى دايما اول ما بتستلم الكوره بتلاقي الفرقه الثانيه كلها تحت الكوره، مفيش بقى ضغط عالي كتير، ولو ضغط عالي هيضغط ويرجع تاني بعد شويه. اللي هيفكر في الجمله دي هيتعب في ايه؟ ده فاينل. لا ده بالعكس، ده فاينل لازم تحطه كده قدامك وانت داخل، ده فاينل، ده جيل بحاله يعني شعره، ده يعني ده عقدين من الزمن ما خدوهوش لا السنغال ولا انت ماشي الجزائر. بطوله بمستوى معين تيجي النهارده لعيبتك تحسس ان هي مباراه عاديه، ولا تروح بفكر ان ده فاينل؟ لا اعتقد لا، انت ده فاينل يعني، ده انت بتلعب كل ده وبتعمل كل ده على الحته دي، انت جاي للمنطقه دي، انت ده خلاص عملت كل حاجه، بقى عندك التورتايه الكبيره او اللي فوق الكريزه اللي فوق التورته لازم تاخدها. فلا طبعا، وبعدين الحماس والشغف اللي عند المشجعين لكل بلد يعني، بقى لهم في ناس اتولدت ما شافتش الجزائر بتاخد بطوله افريقيا والسنغال نفس الكلام، فبالتالي فرصه كبيره جدا للشعبين ان هم يشوفوا فرقتهم بتكسب يعني، فده كله بيتحط على اللعيبه اللي بتلعب ان هم دول اللي يقدروا يجيبوا الطموح ده للبلد يعني. فطبعا لا، ماتش الفاينل ده بيبقى ليه يعني، انت خلاص بقى بتنسى كل حاجه، انت عايز دي، انت شايف الكاس ده في وشك داخل عايز تاخده، مش هتسيب حد ياخده منك يعني، ده المفروض يبقى الشعور عند اللعيبه يعني. طيب نروح سريعا لاستاد القاهره، واضح ان مراسم حفل الختام الرائع بدات، ونرجع لكم تاني. Welcome to New Africa. We gave you a little preview, but now we are about to turn it up Afrobeat style. Introducing all the way from Ghana, Accra, Grammy Award winning Fuse ODG.
is New Africa. السيدات والسادة، رحبوا معي بنجمة حفلة ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019، النجمة دنيا سمير غانم. Ladies and gentlemen, please welcome to the Total Africa Cup of Nations Egypt 2019 closing ceremony the superstar دنيا سمير غانم. شكرا.
حفلة يعني ختام رائع لنهائي رائع قبل ما يبتدي فنيا، ولكن قدرت الدولة المصرية لتنظيم أعظم بطولة، وشفنا الختام الحقيقة كان عامل إزاي لا يقل عن الافتتاح. بأي حال من الأحوال افتتحت أو الدولة المصرية عملت افتتاح لكأس الأمم الأفريقية، افتتاح أعتقد ياخد العلامة الكاملة ونهائي ياخد العلامة الكاملة. كابتن حسن رأيك؟ لا يعني من أهم الحاجات اللي في البطولة أكيد التنظيم، يعني تنظيم أكثر من رائع. تنظيم إحنا يعني تعرف إحنا ناس دايما عندنا انتقادات، ودايما يعني مفيش حاجة تعجبنا قوي، لازم نطلع حاجات يعني ما شاء الله مفيش حاجة الحمد لله، عندناش حاجة نطلعها خلاص حاجة. لا يعني دايما هتلاقي واحد يطلع لك بحاجة، أصل هنا يا عم مش عارف يعني، دايما إحنا عندنا بس الأغنية الحقيقة حلوة والحفلة رائعة. بتكلم بشكل عام يعني وكل حاجه من بدايتها لغايه الحمد لله النهارده كل حاجه رائعه. موضوع تذكرتي الناس بتشيد بيه جدا، النهارده شايف مشجع جزائري على الموقع بيتكلم بشكل قوي جدا، وقال لك الناس كويسين، الفولنتيرز رائعين، يعني كل حاجه، مش مصريين بيتكلموا، اجانب يعني. صح. اللجنه المنظمه النهارده شفت فيديو يا سيف مهم جدا، جابوا كل اللعيبه في البطوله بيتكلموا على التنظيم وعلى البطوله بشكل عام، محرز وماني وكل اللعيبه المهمه في كل واحد في منتخبه، عاملين فيديو طويل كده كل اللعيبه بتتكلم مصر وفيها ايه وانبسطنا ازاي والارض عامله ازاي والملاعب ازاي ومصر الحضاره. فيديو مهم جدا جدا، واتمنى انه يترجم كمان للغات الاجنبيه ويتعرض، لان مهم جدا وبصراحه فكره عبقريه منهم ان جابوا كل اللعيبه تجميعه 24 فرقه ب 24 لعيب بيتكلموا عن مصر وعن البطوله. فاحنا كسبنا، ممكن ما كسبناش فنيا لكن كسبنا حاجات اهم بكتير جدا 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 يعني. طيب نطلع فاصل سريع، ثم بعد الفاصل هينضم لنا دروجبا في حديث عن المباراه النهائيه السنغال في مواجهه الجزائر بعد الفاصل.